فيه أن القتال شرع لإعلاء كلمة الله، لأنه قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله، ولم يشرع لسفك الدماء، وإنما لإعلاء كلمة الله. فإذا القتال مشروع في الشريعة من باب الوسائل لا من باب الغايات، وقد ذكر هذا ابن دقيق العيد في كتاب إحكام الإحكام، ونقل ابن حجر في شرح البخاري، ويدل على هذا كلام ابن تيمية في كتاب الاقتضاء، وابن القيم في كتاب الهدي، والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالقتال شرع لإعلاء كلمة الله، وأخرج البخاري من حيث أبي موسى قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا القتال شرع لإعلاء كلمة الله لا لأجل سفك الدماء. ويؤكد ذلك أنه لو كان شرع لأجل سفك الدماء لما قبلت الشريعة الجزية، وقبول الجزية دليل على أنها شرعت لإعلاء كلمة الله. وأيضا لو كان كذلك لما قبلت إسلام الرجل بعد قتاله، فدل على أن المراد إعلاء كلمة الله. المسألة الرابعة، إذا تبين أن الجهاد شرع لإعلاء كلمة الله فهو إذا من باب الوسائل، فإذا يفرق فيه بين حال القوة والضعف. فإنه في مكة لم يشرع الجهاد لأن المسلمين كانوا في ضعف، وشرع بعد ذلك في المدينة لما تقوى المسلمون. لذا قال ابن جرير في تفسيره ثم ابن تيمية وابن القيم وآيات السيف في حال القوة وآيات الصبر في حال الضعف. وأكثر رايات الجهاد اليوم وفي هذه العقود نادى بها متحمسون وذو حماسة، فضروا أكثر مما نفعوا، لم ينظروا إلى ضعف المسلمين. أما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشرع الجهاد في مكة لضعف المسلمين، بخلاف بعد ذلك لما قوي المسلمون في المدينة. فإن قيل ما الضابط ومتى يكون المسلمون أقوياء، فإنه لا يعرف في تاريخ الإسلام أن المسلمين أكثر عددا من الكفار في القتال، هذا في الغالب. يقال إذا غلب على ظن أهل الخبرة من المسلمين أن يحصل لهم الظفر فإنه يشرع لهم القتال، أما إذا لم يكن كذلك فلا يشرع القتال، فإن فيه ضررا أكثر من